اسمعوني منيح، إذا اليوم ما بتطلع أنا راح أحرق السرايا واللي فيها. واسمعوني، أنا قضيت عمري منشانكن وفنيت عمري منشانكن، صار الوقت اللي توقفوا معي. إذا ما بتوقفوا معي لا أنا منكن ولا أنتم مني، فهمتوا؟ بس يا أبو عزام نحن ما فهمنا، ليش أخذوها؟ ليش؟ لا أعطوا معها سلاح أبو عزام. من إمتى بيجيبوا ضابطة مش هنفتش النسوان ها؟ من إمتى؟ مصيبة يا أبو عزام، مصيبة يا أهل الحارة. ولا يهمك أبو عزام، نحن كلياتنا معك. يا جماعة ما بيصير ياخذوا الحريم هيك، ما بيصير. يا رجال الحارة خلينا نوقف مع بعضنا كلياتنا، ننسى مشاكلنا وننسى زعلنا ونوقف في ايد وحدة مع أبو عزام. طبعاً خلينا نوقف ضد الغريب، فهموها. ايه طبعاً لازم لازم. هذا الكلام أنا معك أبو عزام، هذا الصح. اصبحوا لي يا ابي مشان الله، مشان الله لا تخليها عندهم. لا تخافي يا ابي، لا تخافي، ما بخليها عندهم لو هذا الشيء بده يكلفني رقبتي. الله لا يوفقهم، الله لا يوفقهم. امي ما لها ذنب، امي ما عملت شيء. هذا ذنبي، بعرف هذا ذنبي انا.